معانا سؤال، هل تجوز زكاة المال على مسجون ومساعدة أهل بيته، أم دي يعني تعتبر صدقة؟ من المعلوم إن الزكاة بتجب في المال بشروط، نذكر بس بيها: بلوغ النصاب وهو ما قيمته 85 جرام ذهب عيار 21، وإن يمر عليه عام هجري كامل بدون إنه بدون ما ينقص عن النصاب. إذا تحقق ذلك وجب في المال، وجب الزكاة على الجميع بنسبة 2.5%. ومن المقرر شرعا أيضا إن الصدقات الواجبة اللي هي الزكاة المفروضة بتعطى للأصناف الثمانية المنصوص عليهم في آية سورة التوبة، في قول الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. وبناء على ذلك، فإن إخراج الزكاة لهذا الشخص المسجون وإن أنا كمان أساعد أهل بيته بيكون أمر جائز شرع، بشرط إن هم يكونوا من الأصناف الثمانية المستحق، يعني يكون أهل استحقاق واحتياج، وإلا فلا يجوز. والقاعدة المقررة في هذا الشأن أيضا اللي احنا يعني بننبه دايما عليها في صرف الزكاة، إنه تكون في الطبقات الأشد احتياجا قدر الطاقة نجتهد في ده لرفع المشقة عنهم وتفريق كروباتهم وإعانتهم على المعايش، لأن ده شيء مهم وضروري عشان يبقى الصدقة عندي بتسع الجميع وتبقى الزكاة المفروضة في الطبقات الأشد احتياجا عشان يحصل توازن في المجتمع، وده الغرض الرئيس من زكاة المال. الزكاة المفروضة، مش زكاة المال بس، كل أنواع الزكوات التي افترضها الشرع الشريف.